حنا اختي التجار ديال القيصاريه الحفاري زنقه سميران، حنا كنتعرضوا لابتزاز من طرف السلطات المحليه اللي فيهم قائد وفيه القوات المساعده والاعوان السلطه، كيخليو هما تيجيو لنا حنايا نص نهار ديال مع ديك جويت 12 بحال هكاك، كيجيو كيخليو صحاب الفراش في الزنقه مفرشين، وكيجيو للمحلات كيهزوا لنا السلعه وتيقولوا لك تيقول لك رجعوا نتوما للطوطوار. هل المحل اصلا تكون عندك جايين كتولي انت بحال انا كتاجر من تجار ديال هنايا ديال القيصاريه الحفاري. المشكل اللي عندنا هو انه كيجيو السلطات المحليه وكياخذوا لينا السلعه من طوابل، يعني حنا راه عارفين ريوسنا خارجين الرصيف، ولكن هادشي راه كاين 27 عام هادي وحنا على هاد سميتو. كنا واحد الوقت كنخلصو الباش الجماعة وتحيد ما بقاش كيجيو ما بقاش كي ملي كانت واحد الحملة حيدو البيشان من تما تلغى داكشي. المهم دابا حنا كياخذوا لينا السلعة وكيقول لك جي عندي، احنا البارح خداو لينا السلعة ومشينا وما عطاونا لا سلعه لا والو، قال لك بلاتي القيد بلاتي راه القيد دخلها وحسبها وهو ما كاينش دابا، سيروا ترجعوا. حنا دابا ما بقيناش كنحسوا بريوسنا التجار، ولينا كنحسوا بريوسنا بحال شي وحدين كيبيعوا شي حاجه ممنوعه. هذا الشيء اللي بغيت نعرف انا، كي ياخذ لك السلعه تولي انت ما بقيتيش كتجي تخدم، وليتي جاي معاول بلي غتصطادم بهذا الشيء. يعني هاد الاصطدام كيكون مره انا دابا ولا 3 ايام في الاسبوع، انا نقولهم لك الاثنين والثلاث والخميس، الاربع والسبت كيقول لك السويقه، ما فهمتش هاد السويقه، انا ما فهمتش مدينه كازا فيها السويقه، وانا ما والله ما انا دابا لحد الان ما عرفتش هاد النظام كيفاش داير. اللي جا كيسير كيما بغى، راه اللي خصو يسير خصو يكون في مستوى يعرف كيفاش يتعامل مع الناس، وحنا راه تجار، حنا راه مسؤولين على المحلات ديال الناس، وكنخلصوا الكرا وكنخلصوا تقريبا كنخلص 4000 درهم ديال المرابحه في العام، وكنخلص لاباطون شي 1500 درهم اللي كنخلص. درتوا شكايات؟ حنا راه شكايات عديده، وراسلنا السيد العامل راه كنتسناو، حنا دابا حيت عندنا واحد البلاغ كنتسنا يعيط علينا زعما يشوف غير الاضرار ديالنا ويتصنط لينا ونحكيو ليه. حتى حنا وحنا اصلا راه من كورونا لهنا راه حنا عايشين في واحد الازمه، ولينا عايشين في واحد الضغط. تصور انت دابا كتدخل دارك كتدخل مشكل،
نا كيتسناك خصك تعطي المولى المحل القسط ديالو اللي كتعطيه، وخصك توجد ضريبه. وتصور راه ولات دابا 300 درهم ديال الضو ولات كتغلبنا. شنو هو المطلب ديالكم؟ المطلب ديالنا هو حنا بغينا اول حاجه، مطلب ديالي انا هو ناخذ حريه في العمل ديالي كتاجر، نجي ونبيع ونشري. وتا الا كان شي نظام ماشي بالطريقه اللي كيجيو بها هما، نظام غيعيطوا علينا غيقولوا لنا اللي كاين اللي كاين. ولكن راه المشكل حنا راه ماشي ما بغيناش النظام، راه بغينا حنا النظام، فهمتيني؟ وفينا ما يشد داك الشيء اللي كيقولوا لينا. ولكن راه تصور الا شديتي داك الشيء غتولي مشكله اخرى معضله اكثر من هذه، غيولي عندك الباب مسدود. شوف صراحه كنلقاو الفوضى كنديروا الفوضى، ما دام الفوضى تحيد حتى حنا راه غادي نديروا النظام ديالنا. ما دام الفوضى كاينه صراحه انا من راسي وجبد راه ماشي عارف هنا غنديرها، شتي الا لقيت الفوضى في شي بلاصه اخرى راه غنديرها، حيت الا ما درتيش الفوضى ما غتاخذش حقك، ما كاينش اللي غيعطيك حقك الا ما درتيش فوضى. ودابا تصور الحافله الا بغيتي تطلع ليها الا ما درتيش الفوضى في هذه البلاد ما غتطلعش ليها. معكم معروف عبد الرحيم، النائب الاول ديال الكاتب العام لنقابه التجار مر السلطان، فيدا مر السلطان، تحت المنضويه تحت اللواء الاتحاد المغربي، الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. حنا كمكتب نقابي توصلنا بمكالمه هاتفيه ان السيد القائد 18 والقوات المساعده تهجموا على شي محلات وداو لهم السلعه ديالهم. ملي جينا كنلقاو الفراشه كلهم حاطين الطوابل ديالهم، ما كاينش اللي يهضر معاهم، ومشاو ديريكت للمحلات ديال التجار الدولة مسلعتهم وتكرفصوا عليهم. وهذا الشيء هذا راجع ان النقابه صدرت واحد البلاغ السنكاري اللي هو هذا، وهما داروا دابا السياسه ديال الانتقام، جاو ديريكت للمحلات اللي منخرطين مع النقابه وجاو داروا لهم سلعتهم ومع الفراشه، مع العلم ان الفراشه محطوطه عند الباب ما كاينش اللي يهضر معاهم، طواب الحوانت ما كاينش اللي يهضر معاهم، جاو ديريكت للمحلات. والمحلات مستهدفين ماشي كلشي المحلات، جاو غير المحلات اللي من شي بعض المحلات اللي من مخرطين مع النقابه. وحنا منين حنا لهذا الشيء هذا كله بالنسبه للباعة الجائلين عندنا هنا، راه عندنا الفوضى، فوضى عارمه. لان بالنسبه لنا حنا كنا راسلنا العامل برساله باش نتعاونوا مع السلطات المحليه، وتعاوننا مع السلطات المحليه، بقينا معاهم في اجتماعات دامت اكثر من 6 شهور، وديما اجتماعات ديما هادي. ولكن ملي كنخرجوا ما كنخرجوا بحتى شي حاجه، ديما الباشا كيعطينا وعود، ولكن ملي كنخرجوا الامر الواقع ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين والو. ملي كيولي باشا كيقول لك لا انا ما نقدرش نحيد الواقي الشمسي للفراشه، اذا هاد الفراشه ولات معانا، ولات عندها حق مشروع. واش الفراشه ما بقاتش تحيد لها حتى الواقي الشمسي، عاد باش الطوابل عاد باش هادي، وجاي للمحل تحيد لي السلعه، ما يمكنش. حيد الفراشه ومن الاولين وجي للمحلات مرحبا، ما كاينش مشكل. حنا ما عندناش الربح باش نخرجوا السلعه لبرا، لان السلعه ملي كتخرجها برا كلها كتكرفص. شنو هو المطلب ديالكم؟ حنا المطلب الوحيد عندنا هي الكرامه ديال التاجر، الكرامه ديال التاجر، لان حنا هنايا في فوضى عارمه. الباعة الجائلين ما بقاوش عندنا، حنا ولاو عندنا باعة قارين، الباعة اللي دايرين طوابل دايرين محلات قدام محلات، ما تبغي تدخل غير لمحلك ما عندكش كيفاش تدخل ليه، خصك إلا بغيتي تدخل لمحلك خصك تضرب دورة على فراشات أخرين يلا توصل لمحلك، ويجيو هما يحيدوا لك السلعة، راه ما يمكنش هادشي، هادشي خصو حل. حنا كنطالبوا من الجهات المختصة والجهات المعنية أنها تدخل عاجلا، لأن هادشي هذا راه وصل السيل وصل للزوبة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.